بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل وقناة النادي الأهلي لنقل مباراة كرة السلة في الجولة الأخيرة من الراوند الأولاني ما بين الأهلي والاتحاد. كلاسيكو جديد في كرة السلة ما بين الأهلي والاتحاد. الأهلي يتربع على القمة برصيد 11 نقطة، والاتحاد في المركز الثالث في رصيد 11 نقطة أيضا. نستعرض مع بعض تشكيل الفرقتين. فريق النادي الأهلي القيادة الفنية السنيور أوجستي جولبي بوش، يعاونها الكابتن أحمد الجرحي والكابتن رامي دياستي، طارق الغنام مدير إداري، وليد الخراط إداري، علاء لطفي إحصائي، دكتور محمد جاد طبيب، دكتور أكرم محمد أيضا طبيب، محمد عيسى مدلك، محمد علي محطة أحمال، نادر خزام أخصائي تغذية، وأخيرا حامد الكأس خدمات معاونة. أما تشكيل النادي الأهلي ده الجهاز الفني اللي احنا قلناه، تشكيل النادي الأهلي عمرو علاء زهران رقم زيرو، عمر عزب رقم ثلاثة، إيهاب أمين رقم أربعة، عمرو الجندي رقم خمسة، الكابتان ومودي الجرحي رقم عشرة، محمود وليد 11، أحمد مهيب 14، مايكل تومسون 22، أبو النصر 23، عبد الله ناصر 34، مؤمن طارق خيري 41، وأخيرا عمر طارق 55. ده تشكيل نادي الأهلي النهارده وجهازه الفني. أما نادي الاتحاد فالقيادة الفنية النهارده على رأسها الكابتن أحمد مرعي، مدرب عام الكابتن زاهر عبد الباسط، مدرب مساعد الكابتن محمد سمير، مدرب ثاني الكابتن ياسر مبارك، مدير اداري كابتن خالد عبد الفتاح ومعه سامح صلاح واحمد بسيوني، طبيب الفريق محمد كمال ومحمد رضوان، اخصائي او احصائي عفوا معتز الجلال. تشكيل نادي الاتحاد اليوم: احمد عادل دوله رقم زيرو، اسماعيل احمد رقم واحد، مصطفى عصام فوده رقم اربعه، هيثم كمال رقم سته، مؤمن دوجا سبعه، ميدو طه تسعه، احمد الصباغ 13، رامي ابراهيم 88، احمد بيبو 14، ياسر صلاح رقم 20، حاتم بحيري 77، واخيرا كوري ويبستر رقم 8. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي يتربع على المقدمه برصيد 11 نقطه، اما نادي الاتحاد فهو في المركز الثالث برصيد ايضا 11 نقطه، وده راجع لفارق النقاط. النهارده في مباريات قويه جدا اللي بنزعها على حضراتكم النهارده: كلاسيكو كره السله الاهلي والاتحاد، والاتصالات والجزيرة الساعة السادسة أيضا، الزمالك والتأمين الساعة السادسة، سبورتن وسموحة الساعة 8 مساء. دي مباريات النهاردة، وهنستعرض برضو مع حضراتكم كل الإحصائيات اللي متواجدة في المباراة. لكن أحب أفكر السادة المشاهدين إن إحنا من سنة بالظبط في نفس اليوم تقريبا الأهلي لاعب الاتحاد في صالة هيئة قناة السويس في نهائي المرتبط الموسم الماضي، وكنت تشرفت بتعليق على هذه المباراة، وفاز النادي الأهلي بقيادة الفنية الكابتن أشرف توفيق بدوري المرتبط الموسم الماضي. على بركة الله ثواني ونبدأ المباراة. الأهلي والاتحاد، المقابلة الرابعة في هذا الموسم ما بين الأهلي والاتحاد، وهنستعرض مع بعض المواجهات اللي تمت وحدثت ما بين الأهلي والاتحاد. أول مقابلة أو أول مباراة كانت ما بين الفريقين كانت في سيمي فاينل نهائي أو سيمي فاينل بطولة العربية التي فاز النادي الأهلي بلقبها للمرة الأولى، وتقابل النادي الأهلي مع نادي الاتحاد وفاز النادي الأهلي في أولى المواجهات في البطولة العربية. أما المواجهتين اللي بعد كده كانوا في نهائي المرتبط، فاز مرتبط النادي الأهلي على الاتحاد 2-0، وفاز نادي الاتحاد في المباراة الأولى وفاز النادي الأهلي في المباراة الثانية. النهاردة هي الجولة أو المقابلة الرابعة ما بين الفريقين. آخر مباراة النادي الأهلي كان فوز على نادي سموحة 83-78، وآخر مواجهات الاتحاد قبل هذه المباراة مع الجزيرة، وفاز الاتحاد 71 على الجزيرة 61. على بركة الله ثواني ونبدأ أحداث المباراة، أفكر حضراتكم بحكام المباراة: إسلام وحيد، عمرو زاهد، أحمد عياد، ومراقب المباراة هو الكابتن محمد يونس. الستارت لاين أب للنادي الأهلي: مايكل تومسون، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، عمرو علاء زهران، وعمر طارق. ده خماسي النادي الأهلي اللي هيبدأ بيه السنيور أوجستي جولبي بوش. أما الكابتن أو الكوتش أحمد مرعي فبادئ بأحمد بيبو، مصطفى عصام فوده،
كوري ويبستر، وهنشوف مين تاني، وياسر صلاح ده الرباعي. هنشوف الخامس مين، هل هو اعتقد اسماعيل احمد. يبقى كده تشكيل نادي او الستارت لاين اب لنادي الاتحاد: اسماعيل احمد، مصطفى عصام فوده، كوري ويبستر المحترف، ياسر صلاح، واحمد بيبو. ثواني ونبدا احداث اللقاء، كلاسيكو كره السله المصريه ما بين الاتحاد والاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. الجامبول او الرميه القفز الاولى والاخيره في احداث هذه المباراه ما بين عمر طارق واحمد بيبو. عمر طارق من نادي الاهلي القادم من نادي الجزيره، وبيبو القادم من نادي الجزيره الى نادي الاتحاد بعد رحله احترافيه قصيره في اسبانيا. التعليمات الاخيره للحكام وانتظار بدء اشاره المباراه. المواجهه الرابعه ما بين اوجستي بوشا السنيور واحمد مرعي. الجامبول والحيازه لكوري ويبستر اللي بيتراي كده على الباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند مايكل تومسون. مان تو مان نادي الاتحاد، مباراه شكلها تبدا ساخنه في ليله بارده. مايكل تومسون لسكرين من عمرو الجندي، لسه مايكل بيسلم للجندي، الجندي لابو النصر بيهوش بيحاول يخترق والكيك اوت مع عمرو زهران، لكن ياسر صلاح بيعترض طريقه وعمر بيخش وتراي على الباسكت. واولى نقاط احداث هذا اللقاء من عمرو زهران. اسماعيل احمد من نادي الاتحاد، كوري ويبستر فيك حلو، عدى بنتريشن وقعت من ايده، سيطر عليها تاني وسلم لاسماعيل اللي بيستخدم اللوحه لكن ما بينجحش، وفصل بريك للنادي الاهلي 2 على 1 لابو النصر بشمال ابو النصر ما بينجحش في التسجيل، والفولو من عمرو زهران على السكند شوت وتراي تاني يا عمرو لكن ما بينجحش ايضا، يلم عمرو الجندي صراع على الكره تنتهي بصافره الكابتن اسلام وحيد وخطا شخصي على احمد بيبو. احمد بيبو اولى الاخطاء، خطا على عمرو الجندي، كابتن اسلام وحيد انا كنت فاكر انها على خطا على احمد بيبو لكن قال ان هو خطا على عمرو الجندي، اولى الاخطاء الشخصيه على عمرو الجندي. والحيازه لنادي الاتحاد. اسماعيل احمد لاحمد بيبو، مصطفى عصام فوده سكرينات توصل لاسماعيل تحت الباسكت يلف ويشوط ويستخدم اللوحه ما بينجحش في التسجيل، عمر طارق على الديفنسيف ريباوند لمايكل تومسون، مايكل يقلب الملعب لابو النصر اللي فاضي خالص وفيك جميل وباسكت احلى من كده ما فيش يا ابو النصر. اربع نقاط للاهلي لا شيء للاتحاد. مصطفى عصام فوده او فوده من تو من نادي الاهلي ايضا، بيبو لفوده لكن هنا في ايه؟ في هنا اوفنسيف فاول على السمعه اسماعيل احمد، واولى الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد واسماعيل احمد. النهارده مباراه قد يشارك فيها بنسبه كبيره ايهاب امين البوب او السوبر ماريو لاعب نادي الاهلي يعني اللي لسه راجع من العمليه، بنقول له سلامات وشارك في المباراه الماضيه امام سموحه. نرجع للمباراه، مايكل تومسون لعمرو زهران، عمرو لعمر طارق، واحد على واحد عمر بيحاول يخترق في الباك لياب ما بينجحش في التسجيل، كوري ويبستر على طول على الديفنسيف ريباوند، كوري ياخد السكرين من بيبو يسلم لبيبو في البيك اند رول للسمعه مش بيحاول يشوط لكن قرر انه يخترق بيستخدم اللوحه ينجح في تسجيل نقطتين. عمرو جندي وضغط على مايكل تومسون عن طريق مصطفى فوده، مايكل عدى دفاع ضغط من نادي الاتحاد ينجح انه يعمل ستيل توصل لاسماعيل بيتراي على الباسكت مره ويسجل في الثانيه. عمرو الجندي تعادل الفريقين حتى هذه اللحظات عمرو، لكن هنا تاني الاخطاء الشخصيه على السمعه او اسماعيل احمد. خطا شخصي على اسماعيل وتاني الاخطاء الشخصيه ايضا على اسماعيل. مايكل تومسون تتقطع منه وتذهب الى النادي الاهلي في حيازته. 7 دقائق 39 ثانية، تعادل الفرقتين 4-4. مايك لأبو النصر، أبو النصر يحاول يخترق والكيك أوت تروح لمايكل تومسون، إسماعيل بيعمل ستيل في السكة لكن عمرو معاه ياسر صلاح اللي بيلف ويرتكز ويرتكب معاه عمرو علاء زهران، خطأ شخصي لصالح نادي الاتحاد. تاني الأخطاء الشخصية على عمرو زهران ورميتين حرتين للاتحاد
عن طريق ياسر صلاح. حوار داير ما بين الكابتن احمد عياد والسينيور اوجستي بوش. ياسر صلاح على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. ياسر على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. أيضا ينجح في التسجيل. تقدم لنادي الاتحاد 6-4 7 دقائق 25 ثانية. عمرو الجندي ومع اسماعيل والهاند اوف مع مايكل تومسون. مايكل مصطفى فوضى مش سايبه، عدى مايكل بالسكرين وقف وعلى 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم عمر طارق لكن ما بينجحش ايضا في التسجيل. تروح للكوره لكوري ويبستر يقلب الكوره لبيبو. بيبو واختراق من الميدل ينجح في تسجيل نقطتين. عمرو الجندي على طول عايز يبدا هجمه سريعه، عدى فعلا عمرو، اخترق عمرو لكن ما نجحش في التسجيل وخد خطا شخصي برميتين حرتين. هنشوف الخطأ الشخصي على مين؟ كابتن عمرو زاهد رقم 20 ياسر صلاح خطأ شخصي. ياسر صلاح خطأين شخصيين والسمعة خطأ شخصي، يبقى الخطأ الشخصي الثاني اللي كان على سمعة ده كان على ياسر صلاح. وادي عمرو الجندي وتنفيذ رميتين الحرتين. نجح عمرو الجندي في تسجيل الرمية الحرة الأولى. عنده خطأ شخصي عمرو الجندي ولم ينجح في الثانية يزقها له كده. أبو النصر لسه الكرة مع عمرو الجندي. عمرو الجندي بيحاول عايز يلعب واحد على واحد يطلع على عمرو زهران من بعيد بيشوط لكن مش قد كده. يلم تاني على السكند شوت وبصيها حلوة قوي وأسست روعة من عمرو زهران لأبو النصر ينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الأهلي. ده الفرق إلى نقطة لصالح الاتحاد. السمعة إسماعيل أحمد لبيبو مصطفى فودة وسكرينات توصل لويبستر. يستنى السكرين عدى لكن عمر طارق مقابله ميديا بشوت شوت لكن إير بول يلم على طول. أبو النصر يسلم لمايكل تومسون. مايكل يبدأ الهجمة للجندي وتلاتات الجندي لكن بعيدة أوت سايد لصالح نادي الاتحاد. تغيير في صفوف الاتحاد. ياسر صلاح خرج، نزل حاتم البحيري المنتقل حديثا من النادي الاهلي. 6 دقائق 12 ثانية الاتحاد 8 الاهلي 7. فودة يسلم للسمعة مان تو مان النادي الاهلي لويبستر وياخد سكرين. ويبستر لسه هنشوف وقف هوش سلم للسمعه. اسماعيل معاه عمرو زهران يطلع كيك اوت لبحيري للكيك اوت مره ثانيه لكن تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دفاع قوي من عمرو زهران واوت سايد اهلاوي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. عمرو زهران يستلم يسلم لمايكل تومسون يبدا الهجمه. مايكل وبوزيشن فور او مركز اربعه. هنا خطا شخصي على فودة، خطا شخصي على مصطفى عصام فودة والخطا الشخصي القادم ليه على فريق الاتحاد هيبقى في رميتين حرتين لارتكابه اربع اخطاء شخصيه. اما النادي الاهلي هو خطأين. تغييرا هيجريهم كوتش احمد مرعي. فودة يخرج ينزل دولا الصباغ يدخل يدخل يخرج كوري ويبستر المحترف الامريكي. مايكل تومسون وبداية الهجمة للنادي الأهلي. مايكل لابو النصر تحت الباسكت لعمر طارق تتقطع منه يستلم على طول دولا. محمد دولا أحمد عادل دولا عفوا. بيبو سكرينات لدولا. أحمد عادل دولا معاه يسلم للصباغ لحاتم بحيري. السمعة تحت الباسكت في بوزيشن فور معاه ماسكه عمرو الجندي يلف والسيمي هوك ما بينجحش في التسجيل. تلم الكرة على طول ديفنسيف ريباوند لعمرو الجندي. عمرو يسلم لمايكل تومسون. مايكل لسه مايكل خمس دقائق انتصاف الكورتر الأول حتى هذه اللحظات. دفاع قوي من دولا لسه مايكل معاه الكورة آخر 10 ثواني في زمن الهجمة. مايكل هيعمل إيه؟ هيخلصها إزاي؟
حاول اخترق الكيك اوت لعمرو زهران على الاوبن شوت ما بينجحش في التسجيل. صراع فضائي ينتهي عند مين؟ ينتهي لاست تاتش على بيبو وتطلع كره اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. قول لحضراتكم برضو في التوقفات غيابات الفرقتين ونستعرض مشوارهم مع بعض. ابو النصر استلم صباغ دفاع قوي فضلوا المسافة خالص في البيز لاين، نجح ابو النصر في تسجيل نقطتين وتقدم اهلاوي بنتيجة 9-8 لصالح النادي الاهلي. احمد عادل دولة ليه السمعة والقطعة كده وسكرين عمل لعمرو زهران فضل خالص حاتم بحيري اللي نجح في تسجيل نقطتين سهلين جدا لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون، مايكل صراع على الكرة دفاع قوي لكن هنا هتنتهي عند مين؟ راحت عند عمرو زهران اللي هوش واحد والتاني وراح والباك لياب ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ويطلع لعمرو الجندي اللي شاط على الثري بوينت ما بينجحش ايضا في التسجيل، لكن هنا الكرة تخبط وتروح اوتسايد لصالح نادي الاتحاد واصابة لأحمد عادل دولة. سلامات يا دولة، ألف مليون سلام عليك. هنطمن بس عليه لأن الوقعة كانت قوية شوية. سلامات. يعني كان موقف مشابه برضو يمكن سألنا فيه الحكام، موقف مشابه كان في مباراة الزمالك برضو حصل يعني في نفس المنطقة تقريبا أو في نفس نص الملعب ده، إن مايكل تومسون وهو طالع بالهجمة تعرض ل يعني لإصابة فالملعب ما وقفش. فطبقا للقانون يعني ده على حسب برضو إيه يعني زملائنا ممكن يصححوا لي المعلومة لو أنا غلطان، طبقا للقانون إن الملعب بيمشي عادي ما بيقفش. فمع إيقاف أول يعني مع الإيقاف زي الأوتسايد أو الفاول أو الكلام ده كله ابتدي يقف الملعب ونطمن على اللاعب. يعني هل ده صحيح ولا لا؟ ده انا جايب الكلام ده من حكم. عامه سلامات، مليون سلامه لاحمد عادل دوله اللي نزل مكانه رامي ابراهيم رقم 88 واوت سايد لصالح الاتحاد. ويدوجا برضو نزل مكان اسماعيل احمد. حاتم البحيري يسلم لبيبو، بيبو للصباغ سكرينات للصباغ وهد وجيف اند جو، وصل الصباغ نجح في تسجيل نقطتين احمد الصباغ. عمرو الجندي على طول بسرعه ويبدا الهجمه، يقف ويسلم لعمر طارق، عمر طارق عايز يسلم لمايكل تومسون، مايكل لسه الكوره مع مايكل، ياخد سكرين من عمر طارق عايز يقف ويشوط مستني البيك اند رول، لكن هنا في خطا شخصي على ياسر مبارك او دوجا رقم 7 مؤمن دوجا عفوا هو اخو ياسر مبارك، ورميتين حرتين لعمر طارق. سلامات لدولة، اولى الرميات الحرة لعمر طارق اللي بينجح في تسجيل الرمية الحرة الاولى. 12-10 لصالح الاتحاد في تغييرين هيجريهم السنيور اوجوستي عمر عزب و عبد الله ناصر، وادي الرمية الحرة الثانية لعمر طارق اللي ينجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف الاهلي، عمرو علاء زهران وعمرو الجندي هيخش مكانهم عمر عزب وبيدو او عبد الله ناصر واحد من ناشئين النادي الاهلي. اوتسايد للاتحاد ونزول سمعه ايضا مكان بيبو. مان تو مان لسه النادي الاهلي، سكرين عدى حاتم البحيري بيحاول يلعب واحد على واحد طلع لياسر مؤمن دوجا لرامي ابراهيم او عفوا هيثم كمال اللي بيروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين. ضغط نادي الاتحاد دي فلسفه كابتن احمد مرعي، الضغط من اول الملعب في معظم اوقات المباراه. عمر عزب يعدي قبل الثمان ثواني لابو النصر لعزب مره ثانيه لمايكل تومسون، مايكل لسه الكره مع مايكل اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، مايكل سلم لعمر طارق اللي بيطلع كيك اوت ليه عمر عزب اللي قرر الاختراق وعلق كره لكن ما بينجحش في التسجيل. مؤمن دوجا يحصل على خطا شخصي من عبد الله ناصر رقم 34 واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 14-11 اعلى سكور هنا للنادي الاهلي هو ابو النصر بست نقاط، اما السمعه
في الاتحاد باربع نقاط. حاتم بحيري قرر اخترق، طلع كيك اوت لهيثم كمال اللي الشوت 3 بوينت نجح في تسجيل اولى الثلاثيات لفريق الاتحاد. مايكل تومسون وسع الفرق الى 6 نقاط. عبد الله لمايكل تومسون سكرين والترابات هنا بتحصل، نخلي بالنا. سلم الناحيه الثانيه لعبد الله ناصر، عبد الله لو كان رفع عينه كان لقى عمر طارق فاضي. ابو النصر بيلعب واحد على واحد اخر 5 ثواني. عبد الله وشاط على 3 بوينت لكن ايرفو لكن ما بتجيش، ينجح على طول اسماعيل في انه يلم الريباوند ويطلع ليه حاتم بحيري لهيثم كمال على 3 بوينت للمره الثانيه، ينجح المره دي ايضا في تسجيل 3 نقاط لصالح الاتحاد. دقيقتين بالتمام والكمال على انتهاء احداث زمن الكوارتر الاول. مايكل تومسون والكره اهلاويه ليه عمر عزب، دفاعات قويه من نادي الاتحاد تصفر عن الستيل لكن عمر لسه محتسب الكره، وهنا الجامب بول والحيازه اهلاويه. لازم النادي الاهلي يطلع الباصات اسرع من كده في ظل الدفاع الضاغط من نادي الاتحاد. اوتسايد اهلاوي والكره ليه ابو النصر، ابو النصر ينتظر السكرين، عدى وسلم ليه بيدو حلو قوي وبيدو دنك سلام دنك بيدو عبد الله نصر، بوم سلام دنك لعبد الله نصر، ده الفارق الى 7 نقاط في اخر دقيقه و30 ثانيه من زمن احداث الكره الاول. هيثم كمال ثلاثيتين لهيثم حتى هذه اللحظات. من زون ديفنس النادي الاهلي قلب، حاتم بحيري بيخترق من البيز لاين لكن يرتكب معاه بيدو خطا شخصي او عبد الله نصر، تاني الاخطاء الشخصيه. عبد الله ناصر وخطا شخصي وتغيير في صفوف الاتحاد، هيخرج احمد الصباغ وينزل ميدو طه. اوتسايد لنادي الاتحاد. فكر حضراتكم تاني باصابه دوله، سلامات لاحمد عادل دوله، الف مليون سلام عليه. واوتسايد لنادي الاتحاد. زون ديفنس زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي بيستخدمه في دفاعاته. ميدو طه للسمعه، اسماعيل بيسلم لميدو طه والجيف اند جو، يطلع الكيك اوت باصات السريعه هنا من غير دربلايه. ميدو طه اللي بيحاول اخترق يقلب الملعب الناحيه الثانيه قبل ال 24 ثانيه، لكن النادي الاهلي نجح في انه يوقف هجوم نادي الاتحاد في خلال ال 24 ثانيه. تقول الكره لصالح النادي الاهلي، فاضل دقيقة 6 ثواني، ما زالت النتيجة 20 للاتحاد 13 الأهلي. ضغط من نادي الاتحاد من أول الملعب، بريس فول كورت بيطالب أوجوستي بوش أو السنيور يوسع الملعب لمايكل تومسون، عدى مايكل فعلا قبل الثمان ثواني ويسلم لعمر عزب. عمر ليه تحت الباسكت عمر طارق اللي بيستخدم اللوحة وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الأهلي، ده الفرق إلى 5 نقاط 45 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مؤمن دوجا لحاتم بحيري، ميدو طه الزون 2 3 مع النادي الاهلي، والسرعه هنا كانت في صالح النادي الاهلي. مس باص من اسماعيل احمد، تطلع الكره اوت سايد وتروح للنادي الاهلي في اخر 34 ثانيه من زمن احداث الكوارتر الاول. حوار ما بين الكابتن احمد عياد والسنيور اوجوستي بوش. تغيير في صفوف الاهلي، عمرو الجندي مكان عبد الله ناصر. يفتقد النادي الاهلي لاعب في مركز اربعه، مروان سرحان لاصابته. سلامات هقول لحضراتكم برضو على الغيابات، لسه النادي الاهلي بيضغط. عمرو الجندي ليه عمر عزب، لازم يفتح الاهلي الملعب بالباص هنا. يا عمر عدى عمر لسه مسيطر على الكوره، سلم لعمرو الجندي في اخر 15 ثانيه من زمن الهجمه. عمر طارق تحت الباسكت دنك، عمر طارق دنكي، ده الفارق الى 3 نقاط اخر 15 ثانيه في احداث عمر الكوارتر الاول. ميدو طه ليه حاتم بحيري لاسماعيل، يتعمل الستيل حلو لكن ترد تاني للسمعه اللي بيهوش عايز يخش، نجح في الدخول فعلا لكن هنا في خطا شخصي اعتقد هنا على مايكل تومسون، خطا شخصي على مايكل تومسون ورميتين لصالح اسماعيل احمد.
سمعة أو إسماعيل أحمد على تنفيذ رميتين الحرتين. نجح في تسجيل أول رميتين، وادي الرمية التالتة ليه ينجح في التسجيل، يوسع الفارق إلى 21-17، 3 ثواني و7 أجزاء من الثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. في تغيير هيجري السنيور أوجستي عمرو زهران على التسخين، وادي إسماعيل الرمية الحرة الثانية ينجح أيضا في التسجيل. 22-17، 3 ثواني على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. السرعة هنا مطلوبة، فسحب عمر طارق ونزل مكانه عمرو زهران. عمر عزب على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل 3 بوينت عشان تنتهي أحداث الفترة الأولى 22-17 لصالح نادي الاتحاد. أعزائي المشاهدين، دقيقتين هي زمن راحة ما بين الكوارتر الأول والثاني، نعود إليكم فيها سريعا فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. ستارت لاين اب للنادي الاهلي: عمر طارق، عمرو الجندي، ابو النصر، عمر عزب، مايكل تومسون. ده تقريبا الخماسي اللي نهى بيه الكوارتر الاول السنيور اوجستي. اما نادي الاتحاد: ميدو طه، دوجا، مؤمن دوجا، هيثم كمال، وحاتم بحيري، واسماعيل احمد. لا تغييرات في صفوف الستارت لاين اب لكل فريق. حاتم بحيري والحيازه التبادليه للاتحاد. اسماعيل على الميديم شوت ما نجحش في التسجيل، يلم على طول النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون. مايكل لسه نادي الاتحاد مان تو مان في استخدام دفاعاته. عمرو الجندي لعمر عزب، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. عمر واختراق لعمر وينجح عمر في تسجيل نقطتين والاند وان، وخطا شخصي على حاتم البحيري. كاونت والاند وان لصالح عمر عزب. تغيير في صفوف الاتحاد، هيخرج حاتم بحيري وينزل ياسر صلاح. اولى الاخطاء الشخصيه على حاتم بحيري، وهقول لكم مين التوب سكور حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الاول. عزب على الاند وان ما بينجحش في التسجيل، على طول يلم نادي الاتحاد. يبدا مؤمن دوجا هجمه لميدو طه. ميدو زون ديفنس النادي الاهلي 1-2-2، باصات سريعه توصل عند ميدو طه اللي بيخترق، لكن دفاعات قويه من ابو النصر اللي بيباص، لكن يقطع في السكه ميدو طه وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون هيبدا الهجمه. مايكل معاه ياسر صلاح، عدى مايكل قبل الثمان ثواني. مايكل يبحث عن من؟ يبحث عن عمر طارق، يسلمه تحت الباسكت معاه هيثم كمان، بيحاول واحد على واحد لعمرو الجندي. عمرو يبحث عنه مره ثانيه، بيحاول يلعب واحد على واحد. اخر 5 ثواني في زمن الهجمه، والباص حلو والباسكت احلى واحلى. عمرو الجندي يعمل اسيست، ما فيش اروع من كده، لابو النصر اللي بيقبل الهديه ويسجل نقطتين ويضيع الفرق الى فرق نقطه وحيده لصالح الاتحاد. اسماعيل يسلم في غفله دفاعيه من عمر طارق اللي واخد بوزيشن هيثم كمال عليه، وينجح في تسجيل نقطتين ايزي باسكت لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون، والله هنشوف مباراه حاميه، مباراة هنستمتع بيها. مايكل تومسون لعمرو الجندي، باصات سريعة عند ابو النصر في البيز لاين على الاوبن شوت، لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول اسماعيل احمد، لكن يخطف مايكل تومسون. ابو النصر، اختراقات ابو النصر، لكن بيعترضه بخطأ شخصي. مين هنا اللي اعترضه؟ هل هو ياسر صلاح ولا اسماعيل؟ اعتقد من الرياكشنات كده هو اسماعيل. لا، ده ياسر صلاح. ياسر صلاح خطأ شخصي، والمشاركة الأولى للبوب إيهاب أمين بدل من أبو النصر، ونزول أو خروج مؤمن دوجا وياسر صلاح، ونزول كوري ويبستر المحترف الأمريكي و مصطفى عصام فودة. ده تغييرات حصلت دلوقتي أثناء توقف اللعب ل يعني مسح الارضيه كده عشان سلامه اللاعبين. لكن اقول لكم بسرعه كده، النادي الاهلي حتى هذه اللحظات ابو النصر يتصدر سباق النقاط بثمان نقاط في رصيده في الكوارتر الاول. ده توب سكورر النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول. اما هيثم كمال ب10 نقاط
بالنسبة لنادي الاتحاد. 8 دقائق 14 ثانية، 3 نقاط فارق، 24-21 لصالح نادي الاتحاد. عمر طارق يستلم والهاند اوف مع مايكل تومسون، لكن هنا في ايه؟ هنا كابتن اسلام وحيد قال ان مايكل تومسون داس على اللاين وطلعت اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه مان تو مان قلب النادي الاهلي، او عفوا لسه زون ديفنس 2 3 زي ما احنا. ميدو طه سكرينات لهيثم كمال عايز يعمل الجيف اند جو، لكن ميدو على الاوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند عمر طارق اللي بيسلم لمايكل تومسون، تتقطع في السكه كده اسماعيل لكن تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 19 ثانيه على زمن الهجمه للنادي الاهلي. 24-21 خطأين شخصيين نادي الاتحاد ارتكبهم. البوب إيهاب أمين يسلم لعمر عزب، مايكل تومسون، مايكل معاه فودة، لسه الكرة مع مايكل، حاول يعدي لإيهاب أمين، واحد على واحد ومعاه كوري ويبستر، وقف على 3 بوينت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق السمعة إسماعيل والفاست بريك مع ميدو طه اللي بيحاول على الباسكت، لكن إسماعيل بيكمل بليسنج كده وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. 26-21 لصالح النادي الاتحاد. مايكل تومسون يسلم لعمر عزب، عمر عزب يهوش وموه بجسمه حلو قوي ويوصل يسلم لعمرو الجندي والكيك اوت سريع عند تومسون اللي بيعلي علي وانا علي ويجيب باسكت، باسكت لمايكل تومسون نقطتين كمان، لكن هنا ايقاف من الكابتن عمرو زاهد. برافو كابتن عمرو اللي واقف لاحظ ان الارض ما زالت مبلوله حرصا على سلامه اللاعبين، قرر ان هو يوقف المباراة لتنشيف أرضية الملعب. بيبو أحمد بيبو من الاتحاد ينزل مكان أحمد إسماعيل أو السمعة أو إسماعيل أحمد عفوا، إسماعيل أحمد أوتسايد للاتحاد. مصطفى صنفودة يسلم لميدو طه، ما زال النادي الأهلي الزون ديفنس 2 3. بيبو لكوري ويبستر، باصات سريعة هيثم كمال لويبستر بيلحقه قبل ما يشوط مايكل تومسون. فودا اللي بيشوط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، بيبو يلم على السكند شوت يطلع كيك اوت لفودا، فودا لميدو طه وكمان 3 بوينت لكن المرة دي ينجح في تسجيل 3 نقاط مصطفى صنفود او عفوا ميدو طه. يبدأ الهجمة النادي الأهلي والبيك اند رول مع عمر طارق لكن ما بينجحش في التسجيل، يستلم على طول ميدو طه ويبدا الفاست بريك، يبدا الهجمه واقف مستني ويبستر اوبن شوت على 3 بوينت ينجح ايضا في التسجيل على طول. السنيور اوجوستي يطلب تايم اوت بعد ان ارتفعت النتيجه الى 32-23. 6 دقائق 20 ثانيه نسمع تعليمات السنيور اوجوستي بوش ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. زي ما قلت لحضراتكم غيابات الفرقتين النهارده، النادي الاهلي يغيب عنه مروان سرحان كسر في اليد اليمنى، يعني سلامات لمروان ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه. سيف سمير تعرض لكدمه في الركبه فبيتعمل عليها اشعه فبيغيب ايضا عن المباراه، لكن وايضا ابراهيم الجمال، لكن اللعيبه متواجده وبتؤازر الفريق كعادتها. اما نادي الاتحاد فغايب عنه علي محمد ويوسف شوشه وايضا جايين ورا فرقتهم وبيأزروا الفريق. انتهى التايم اوت اللي طلبه السنيور اوجوستي بوش والاوتسايد اهلاوي 32-23. 6 دقائق 20 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. سريعا كده عمرو زهران نقطتين، عمر عزب نقطتين، عمرو الجندي نقطه وحيده، مايكل تومسون نقطتين، ابو النصر 8 نقاط، بيبو او بيدو عبد الله ناصر نقطتين، وعمر طارق 6 نقاط. ده السكور بتاع النادي الاهلي. ضغط نادي الاتحاد من اول الملعب ومايكل تومسون هو اللي بيقود الفريق
في الهجمة عمرو الجندي والسكرين مع عمر طارق، هيعلق له ولا هيبصاله؟ إيهاب أمين للجندي بيهوش، راح الجندي لكن هنا في خطأ شخصي على هيثم كمال. هيثم كمال وخطأ شخصي وفي تعرض لإصابة هيثم كمال. سلامات لا هيثم كمال هو اللي ارتكب الخطأ الشخصي. اوتسايد او عفوا رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. طمن على هيثم كده، سلامات لهيثم. والف سلامة ايضا لدولا احمد عادل. دولا انا شايفه واقف اهو يعني الحمد لله تمام، وابو النصر على التجهيز وعمرو الجندي على التنفيذ، ينجح في التنفيذ الرمية الحرة الاولى ويسجل منها نقطة لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي على تنفيذ الرمية الحرة الثانية، نجح ايضا في تسجيلها وتغيير في صفوف الاهلي، خرج مايكل تومسون ونزل ابو النصر. يبقى كده القيادة الفنية داخل الملعب او بوينت جارد النادي الاهلي هيبقى عمر عزب، ومركز اربعة هيبقى عمرو الجندي اللي بيتولى رقابة هيثم كمال. كابتن عمرو زايد بيطلب من كاميرات ان مفيش حد يبقى تحت الباسكت حرصا على سلامة اللاعبين. اوتسايد التحداوي. ميدو طه هيستلم الملعب ويسلم مرة تانية لفودة. ميدو طه لهيثم كمال، دفاعات من نادي الاهلي زون ديفنس، وادي ميدو طه على الثري بوينت ينجح في التسجيل. ثلاث نقاط كمان للنادي الاتحاد، يوسع الفارق الى 10 نقاط 35-25. ايهاب امين للسكرينات مع عمرو الجندي، عدى ايهاب يسلم لابو النصر ياخد بوزيشن تحت الباسكت. عمر طارق لسه الكره مع عمرو الجندي اللي بيحاول يخترق، وصل فعلا وتراي على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين لعمرو الجندي، يدعي الفارق الى 8 نقاط لصالح الاتحاد. مصطفى عصام فوده عدى بالملعب، سلم لميدو طه، هيثم كمال على هاي بوست لفوده لميدو طه مره ثانيه، لسه دفاعات الاهلي زون ديفنس لكوري ويبستر اللي بيسلم لهيثم كمال، يقلب الملعب لفوده على طول اللي قرر يخترق وبيسلم لميدو طه، يهوش ويشوط على الميديم شوت ينجح في التسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين معاه كوري ويبستر مش سايبه، دفاع مان تو مان، لسه الكره مع البوب، عدى البوب وقف شوت لكن اتعمل له بلوك، يلم ابو النصر على طول يسلم للجندي، الجندي واختراقاته تقع منه تروح لفوده، فوده لسه الكره معاه بيحاول الجندي يضغط عليه كوري ويبستر، ويبستر يقلب الملعب الناحيه الثانيه لهيثم، هيثم لفوده، فوده ياخد السكرين من بيبو يقف ويشوط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين يلم على الديفنسيف ريباوند يجري بالملعب ويبدا الهجمه، يسلم لعزة فص بريك روعه وصل لكن هنا في ايه قرار الحكم قال ايه؟ ما قالش حاجه، قال العب واحد الكوره لايهاب امين مره ثانيه، ركز يا ايهاب ليه؟ عمرو الجندي وبيعلق لعمر طارق لكن تخبط في الحلقه وترد على طول لفريق الاتحاد، يسلم على طول كوره ويبستر على الفص بريك يتعمل له سكرين وعلى باسكت لكن هنا حالة من الجدال مع الحكم، كورتين أنا في رأيي شبه بعض، أنا في رأيي شبه بعض، يعني القرار اللي هيسري هنا هيسري هنا، أنا شايف إن القرار أو عفوا شايف إن الكورتين ذا سيم سيتويشن أو نفس الحالة فأنت لو هتدي قرار يبقى تدي قرار للاثنين، لكن هنا في تايم أوت طلبوا السينيورو جوستي بوش واحتسبت الكرة لصالح نادي الاتحاد. 39-27 أربع دقائق ست ثواني على انتهاء زمن أحداث الكوارتر الثاني، يعني ده رأيي أنا، يعني قانونا بقى أنا معرفش يعني هل قانونا أنا غلطان، هل هم قانونا صح الحكام، هل قانونا غلط، أنا يعني أرجو الإفادة، لكن أنا شايف إن كورتين شبه بعض جدا بس، وحوار دائر ما بين
الجهاز الفني للنادي الأهلي مع الكابتن الكابتن إسلام وحيد. خلينا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. 39-27 لصالح نادي الاتحاد، 4 دقائق 6 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. البوست اهم حاجه هنا، هم بيثبتوا واحد على البوست من الاول. من الاول كنت اوتسايد اهلاوي. انا بكرر تاني يا جماعه عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، انا وجهه نظري، انا شايف ان اللعبتين شبه بعض، قد اكون مخطئ، قد اكون مخطئ وقد اكون يعني على صواب، يعني اللي هيفصل في الكلام ده قانون التحكيم، لكن انا مش حكم، انا بعرض وجهه نظر هل هي صحيحه. واعتقد ان في هنا تكنيكال فاول على السنيور، اعتقد هذا، يعني انا برضو بكرر تاني، انا لا يعني ماليش سلطه على الحكام، انا بعرض وجهه نظر مش اكتر. كوري ويبستر نجح في تسجيل الرميه، التكنيكال فاول والحيازه للنادي الاهلي. 40-27، 4 دقائق 6 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. محمود وليد نزل دلوقتي مكان عمرو الجندي، والكره مع ايهاب امين. محمود وليد واحد من ناشئين النادي الاهلي بيلعب في بوزيشن 4 تعويضا عن مروان سرحان. ابو النصر لعزب، عزب لايهاب امين، عزب مره ثانيه، بساط سريعه، عزب والكيك اوت لايهاب امين. ايهاب على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم الكره ميدو طه، يسلم لمؤمن دوجا اللي لسه نازل مكان مصطفى فوده. رامي ابراهيم في اول نزول ليه في احداث الكوارتر الثاني، وادي خطا شخصي على محمود وليد. ثلاث اخطاء شخصيه ارتكبها تاع نادي الاتحاد، واول الاخطاء الشخصيه على فريق النادي الاهلي واوت سايد اتحداوي. اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. ويبستر هيطلع الاوت، يقطع ويعمل السيل على طول عمر عزب اللي بيبدا الهجمه وبيجري على طول ويسلم ايهاب امين والباونس باس، لكن في السكه يعمل السيل بيبو من الاتحاد يسلم لويبستر. كوري ويبستر يبدا الهجمه، كوري يهدى على ملعبه يحاول واحد على واحد، لكن هنا يعترضه عمر عزب بخطا شخصي واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 3 دقائق 20 ثانيه ما زالت النتيجه 40-27، واولى الاخطاء الشخصيه على عمر عزب. اوت سايد مؤمن دوجا لرامي ابراهيم، وتجيب اند جو وتوصل لبيبو، لكن يعترضوا ما لقاش حل تاني عمر طارق انه غير انه يعترضوا، وبفاول وخطا شخصي ورميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد. بيبو او احمد بيبو على التنفيذ. ما نجحش بيبو في تنفيذ الرمية الحرة الأولى، 4 محاولات لنادي الاتحاد حتى هذه اللحظات في أحداث الكوارتر الثاني من الفري ثرو، نجح في 3 وأخفق في 1، النادي الأهلي محاولة وحيدة أخفق فيها. المحاولة الخامسة لنادي الاتحاد أو ينجح فيها، تغيير خرج عمر عزب ونزل مايكل تومسون. مايكل هو اللي هيبدأ الهجمة ويقود في بوزيشن البوينت جارد. مايكل تومسون لمحمود وليد لإيهاب أمين لمايكل. أبو النصر تخبط في رجل ميدو طه ويجدد معاه زمن الهجمة وتروح للنادي الأهلي أوت سايد. 3 أخطاء لكل فريقين أو على كل فريق. أوت سايد أهلاوي. تومسون هيطلع الاوت، لكن هنا في ايه؟ في خطا
على بيبو احمد بيبو لاعب الاتحاد رقم 14 واوتسايد اهلاوي مره ثانيه. كده 4 أخطاء شخصيه على نادي الاتحاد السكندري. اولى الاخطاء الشخصيه على احمد بيبو. عمر طارق بيحاول ياخد بوزيشن، سلم لمحمود وليد مايكل تومسون لابو النصر اللي اخترق ووصل، سلم لعمر طارق من بعيد ينجح في تسجيل نقطتين. 29-71 لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين يعمل الستيل لكن تروح له تاني لويبستر، ينقل لميدو طه اللي بيقف ويشوط على اوبن شوت ينجح في التسجيل. 3 نقاط ميدو طه، والمحاوله الثالثه ليه. 3 محاولات لميدو طه نجح في تسجيلهم من اصل 6 محاولات. ابو النصر لمايكل تومسون لابو النصر مره ثانيه اللي واقف على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول احمد بيبو. بيبو يسلم لويبستر، ويبستر لدوجا لرامي ابراهيم، لسه رامي معاه الكوره لبيبو اللي واقف والشوت لكن ما بيرجعش التسجيل. محمود وليد يلم على طول يسلم للبوب، ايهاب يطلع على طول لابو النصر، ابو النصر يقلب الملعب الناحيه الثانيه لسكيب باس لمايكل تومسون. مايكل بيقول له وسع لمحمود وليد افتح السبيس معاه رامي ابراهيم، يسلم لمايكل تومسون تاني على 3 بوينت ما بينجحش مايكل تومسون. 5 محاولات النادي الاهلي على 3 بوينت ما نجحش في تسجيل ولا محاوله، في ازمه في 3 بوينت. ويبستر من نادي الاتحاد لرامي ابراهيم اللي واقف وشاط لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم عمر طارق على طول يطلع على ايهاب امين. ايهاب لكن تروح وتخبط توصل لصالح النادي الاهلي. عمرو زهران وعمرو الجندي بدلا من محمود وليد وابو النصر، او عفوا بدلا من محمود من ايهاب امين ومحمود وليد، اعتقد محمود وليد او عمر طارق، عفوا عمرو الجندي بدل من عمر طارق. اخر دقيقه 35 ثانيه، 44-29 ميدو طه 11 نقطه متصدر النقاط في نادي الاتحاد، اما النادي الاهلي فابو النصر ما زال هو المتصدر. مايكل تومسون ودفاعات قويه تروح وتخبط هنا فين؟ هنا في خطا شخصي على مؤمن دوجا من نادي الاتحاد. اعتقد كده في رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي على التنفيذ محمد ابو النصر. دقيقه 26 ثانيه وخطا على مؤمن دوجا. خطا الشخص الثاني على دوجا. ابو النصر ينجح في تسجيل رمية الحره الاولى. وادي الرمية الحره الثانيه ابو النصر دخلت وخرجت، يلم على السكند شوت على طول عمرو زهران وابو النصر على الاوبن شوت. اوبن شوت لابو النصر ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الثاني. ميدو طه اللي بيخترق وينجح في التسجيل نقطتين في وسط ضغط دفاع اهلاوي لكن نجح في تسجيل النقطتين. مايكل تومسون والضغط العالي من نادي الاتحاد تتقطع منه على طول ويعمل ستيل من ميدو طه واللي بيحاول يوصل وينجح في تسجيل نقطتين وخطا شخصي على ابو النصر. ابو النصر يعني يعمل خطا شخصي برميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه على التنفيذ وحاتم بحيري في التغيير مكان كوري ويبستر نادي الاتحاد. ميدو طه على تنفيذ الاند وان او الوان مور نجح في تسجيلها وتغيير في صفوف نادي الاتحاد. ميدو طه يخرج، مصطفى صفودة ينزل. 55 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون، مايكل ضغط عليه فودة يقابله كمان اسماعيلي، يسلم لعمرو الجندي، عمرو يعدي بالملعب قبل 8 ثواني لمايكل تومسون مرة ثانية. 44 ثانية، عمرو زهران مع حاتم بحيري، سكرين، عمرو عدى بتلقائية حلوة قوي ليه؟ عمرو الجندي والكيك أوت لأبو النصر والتلاتات أبو النصر على الأوبن شوت، أوبن شوت لأبو النصر ينجح في تسجيل 3 نقاط. 36-49 على طول كوتش احمد مرعي يطلب تايم اوت لصالح. اخر 32 ثانيه في احداث الكوارتر الثاني.
تقدم الاتحاد على الاهلي 49-36، 5 أخطاء شخصية او 4 أخطاء شخصية على كل فريق. 32 ثانية نسمع تعليمات السنيور أوجوستي بوش ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن كوتش احمد مرعي. والحيازه للاتحادويه او الاتحاد السكندري. صراع على القمه اليوم، الفائز يحصل على نقطتين، المهزوم يحصل على نقطه واحده. اوتسايد للاتحاد، كوري ويبستر، مصطفى فودة، اسماعيل احمد، رامي ابراهيم، وحاتم بحيري، الاهلي مايكل تومسون اللي لجأ لدفاع مان تو مان، عمرو الجندي، ابو النصر، محمود وليد، وعمرو زهران، حاتم بحيري، رامي ابراهيم، سمعه تحت الباسكت ومعاه الجندي اللي بيحاول بيلف وينجح في تسجيل نقطتين بروح رياضيه كده يا ام اسماعيل. عمرو زهران يضغط نادي الاتحاد، اخر 10 ثواني من زمن احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون هينهيها الاهلي ازاي؟ سكرين من محمود وليد، اخر 3 ثواني، لكن هنا في ايه؟ في هنا صافره كابتن اسلام وحيد بخطا شخصي على مصطفى عصام فوده ورميتين لمحمود وليد. اخر ثانيتين وسبع اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تغيير في صفوف الاتحاد، رامي ابراهيم خرج ونزل احمد بيبو. بيبو هو اللي يخرج او يدخل عفوا الملعب، ومحمود وليد على تنفيذ الرميه الحره الاولى لم ينجح في التسجيل. 4 محاولات للنادي الاهلي، نجح في تسجيل محاوله وحيده على الفري ثرو او الفاول شوتنج. وادي محمود وليد على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، ما بينجحش ايضا. يلم بيبو على طول اللي بيسلم لويبستر، لكن على طول صافره انتهى احداث الكوارتر الثاني كانت هي الاسرع، وانتهت احداث الفتره الثانيه بتقدم الاتحاد على الاهلي 51-36. اعزائي المشاهدين، 15 دقيقه زمن الراحه ما بين احداث الفتره الثانيه والثالثه او الكوارتر الثاني والثالث. لا تذهبوا بعيدا وانتظرونا مع بدايه احداث الكوارتر الثالث. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، الزميل العزيز الكابتن هيثم ابو النصر، وعمر طارق، عبد الله ناصر، عمرو الجندي، مايكل تومسون. ده خماسي او الستارت لاين اب للنادي الاهلي. افكر حضراتكم بحكام اللقاء، الحكم الاول كابتن اسلام وحيد، كابتن عمرو زاهر، كابتن احمد عياد، مراقب المباراه كابتن محمد يونس. اللقاء الرابع في موسم 22-23 او 2021-2022، ده اللقاء الرابع. والتعليمات الاخيره للسنيور اوجوستي جول بيبوش الاسباني، والتعليمات الأخيرة أيضا للكوتش أحمد مرعي. واضح أن سريعا كده أحداث المباراة، كان الحدث الأهم هو إصابة أحمد عادل أو دولة رقم زيرو. سلامات لدولة اللي واضح من عندي يعني هنا من الصالة أن هو مش هيكمل لأنه خلاص ربط دراعه، و يعني سلامات، مليون سلامة لأحمد عادل دولة، واحد من لعيبة منتخبنا القومي. سلامات، وخلاص خماسي نادي الاتحاد على النزول. هيثم كمال، اسماعيل احمد، كوري ويبستر، احمد الصباغ، ومؤمن دوجا. ده خماسي النادي الاهلي، عفوا نادي الاتحاد، وخماسي النادي الاهلي. الحيازه التبادليه اهلاويه في احداث الفتره الثالثه. على بركة الله نبدأ أحداث
الفترة الثالثة والحيازة أهلاوية لعمرو الجندي. عمرو الجندي ينتظر السكرين من عمر طارق، خد السكرين فعلا قبله اسماعيل، ابتدى يموه بجسم كويس اول، واولى النقاط واولى الاخطاء الشخصيه لعمرو الجندي، خطا شخصي على احمد الصباغ ونقطتين لعمرو الجندي. احمد الصباغ على الارض، سلامات لاحمد الصباغ. 58 واحد 38 عفوا 51 لصالح نادي الاتحاد. اولى النقاط والكاونت والاند وان لعمرو الجندي. عمرو الجندي والاند وان لم ينجح في التسجيل، يلم اسماعيل على طول على الديفنسيف ريباوند لمؤمن دوجا. مؤمن لكوري ويبستر مع ابو النصر، واحد من اهم عناصر الفريق وادي البيك اند رول لاسماعيل احمد، ينجح في تسجيل نقطتين لعمرو الجندي. يبدا الهجمه ويقود الهجمه، دفاعات قوية من نادي الاتحاد. عدى الجندي، سلم لابو النصر، مان اوف ذا ماتش في الكوارتر الاول والثاني ابو النصر. ليه عبد الله ناصر، عبد الله للجندي، طلب السكرين الجندي، وصل بالسكرين عايز يشوط، يبحث عن الثلاثية، بحث عن الاختراق. ليه عمر طارق، اخر ثانية في ال 24 ثانية الشوط، عمر طارق ما نجحش في التسجيل. عمرو الجندي حاول معاها، تروح لكوري ويبستر اللي بينجح في اللم في الريباوند، ويسلم لمؤمن دوجا، يهدم مؤمن دوجا بملعبه، يعدي ويسلم لهيثم كمال، هيثم للصباغ على اندوف، هيثم سكرينات ليه هيثم كمال، بيهوش يخترق من المزل، يسلم للصباغ اللي لوحده خالص تحت الباسكت في غفله دفاعيه ومفيش رقابه على الصباغ اللي بينجح في تسجيل نقطتين. مايكل تومسون عدى مايكل، سكرين لعبد الله من عبد الله ناصر لمايكل، وسكرين تاني لعمر طارق لعمرو الجندي. عمرو والثري بوينت على الاوبن شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول كوري ويبستر، كوري لمؤمن دوجا تحت الباسكت لاسماعيل احمد، اسماعيل بيحاول يعدي ومعاه عبد الله ناصر، بيلف ويرتكز والفيد اوي الشوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند مايكل تومسون. مايكل لقى الطريق فاضي، وقف على الميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول كوري ويبستر، لازم الاهلي محتاج تركيز في انهاء الهجمات اقوى من كده. كوري ويبستر ياخد السكرين من هيثم كمال، كوري والبيك اند رول لهيثم كمال اللي قرر يخترق، وصل طلع كيك اوت لاسماعيل، باصات سريعه تنتهي عند مؤمن دوجا اللي بيشوط 3 بوينت، ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات مؤمن دوجا. 58 38 20 نقطه ارتفع الفارق لصالح النادي الاهلي، وادي باص حلو ودنك احلى ليه عمر طارق، بصة كده أحياها عمر عمرو الجندي قبل ما تخرج. نقطتين لصالح النادي الأهلي ومؤمن دوجا فالحيازة والهجمة للاتحاد. ويبستر لسه الكرة معاه عايز يعمل الدبل تيم، قطع الصباغ عايز يطلع الكيك أوت، يتقطع في السكة وتروح لعمرو الجندي. عمرو الجندي وإنهاء الهجمة بسرعة ليه عمرو الجندي مرة تانية على الاوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول هيثم كمال ويسلم لمؤمن دوجا. مؤمن دوجا في بداية الهجمة لنادي الاتحاد، الصباغ لإسماعيل أحمد، بصات بص وكات سريع، وأدي هيثم كمال على 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط الثلاثية الثانية لنادي الاتحاد في أحداث الكوارتر الثالث. عمر طارق تحت الباسكت بيسلم، حاول يلعب واحد على واحد والسيمي هوك ما بينجحش في التسجيل، يلم هيثم كمال على الديفنسيف ريباوند، يسلم لدوجا، دوجا لويبستر المحترف الامريكي. ويبستر سكرين من اسماعيل لهيثم كمال، يهوش بنتريشن من الميدل يوصل ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول هنا خطا شخصي على مين؟ على هيثم كمال، خطأ شخصي على هيثم كمال، أولى الأخطاء الشخصية أو تاني الأخطاء الشخصية على هيثم كمال وعلى الاتحاد السكندري. خطأين شخصيين على الاتحاد وعلى هيثم كمال. 61 40 6 دقائق 13 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. عمرو الجندي وخطأ شخصي أيضا تاني على مؤمن دوجا يحتسبه الكابتن أحمد عياد. خطأ شخصي أيضا تاني. أبو النصر
عدى ابو النصر مع ويبستر، عدى من ويبستر قبل الثمان ثواني فعلا، عدى يسلم لسه كره مع ابو النصر، عايز يسلم ليه مايكل تومسون، لكن دفاع قوي على مايكل تومسون من قبل مؤمن دوجا، ابو النصر والثري بوينت ابو النصر ما بينجحش في التسجيل، ويبستر على طول على الديفنسيف ريباوند، يقلب الملعب الناحيه الثانيه لاسماعيل، لكن كانت اسرع من اسماعيل واوت سايد لصالح النادي الاهلي. خمس دقائق 49 ثانية وإيهاب أمين على التغيير بدلا من عبد الله بودي أو عبد الله بيدو، عبد الله ناصر يخرج وينزل مكانه إيهاب أمين. مايكل تومسون في قيادة الهجمة الأهلاوية، مايكل عدى مايكل، لسه الكرة مع مايكل، يبدأ الهجمة بتاعته 14 ثانية زمن الهجمة المتبقية، لسه مايكل عدى مايكل وسلم للجندي اللي على طول مؤمن دوجا يرتكب معاه خطأ شخصي، على طول هيستدعي تغييره كابتن أحمد مرعي، يخرج مؤمن دوجا وينزل فودة، ويخرج أعتقد ويبستر وينزل ميدو طه، أوتسايد أهلاوي، أربع أخطاء شخصية على الفريق الاتحاد، أي خطأ برميتين حرتين. مايكل تومسون، مايكل عايز ياخد سكرين من عمر طارق، هيلعب البيك اند رول، عمر تحت الباسكت وينجح في تسجيل، لكن احمد عياد او كوتش احمد كابتن احمد عياد الحكم الثالث له راي اخر بعدم احتساب النقطتين وخطا شخصي على ميدو طه ورميتين لعمر طارق. حاتم بحيري بدلا من الصباغ في تغيير لصفوف نادي الاتحاد. عمر طارق على تنفيذ الرمية الحرة الأولى لم ينجح في التسجيل، رميتين النادي الأهلي جاله في هذا الكوارتر لم ينجح في تسجيل أي من الرميات الحرة، والرمية الحرة الثانية عمر طارق ينجح في تسجيل أولى الرميات الحرة لصالح النادي الأهلي. ضغط النادي الأهلي من منتصف ملعبه، مصطفى عصام فودة، رجع النادي الأهلي الزون ديفنس، ميدو طه، حاتم بحيري، باصات سريعة للنادي الاتحاد. إسماعيل يرتكز ويلف لكن يرتكب معاه خطأ شخصي، هنا الخطأ الشخصي على مين؟ على 22 مايكل تومسون، ورميتين حرتين لصالح على ابو النصر، ابو النصر تاني الاخطاء الشخصيه عليه، ورميتين حرتين لاسماعيل احمد. اسماعيل على تنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل، سمعة على تنفيذ الرمية الحرة الثانية، 5 دقائق 12 ثانية 62-41 لصالح الاتحاد، والسمعة على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ما بينجحش في التسجيل، يلم إيهاب أمين وارتكب معه خطأ شخصي من قبل حاتم بحيري، ورميتين حرتين للبوب إيهاب أمين. رميتين للبوب إيهاب أمين، الرمية الحرة الأولى لم ينجح في التسجيل، أربع محاولات للنادي الأهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل محاولة وحيدة، أما نادي الاتحاد محاولتين على الفري ثرو نجح في محاولة واحدة أيضا. وادي إيهاب أمين على الرمية الحرة الثانية ما بينجحش أيضا في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق فودة، فودة بيجري ويبدأ بملعبه، يبدأ الهجمة عفوا، حاتم بحيري، حاتم لإسماعيل أحمد، باصات سريعة تنتهي عند فودة وعلى الأوبن شوت ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط فودة، ثلاث محاولات لنادي الاتحاد في أحداث هذا الكوارتر نجح في الثلاثة بنسبة 100%، محاولة وحيدة للنادي الأهلي على الثري بوينت لم ينجح في تسجيلها. لسه مايكل تومسون لإيهاب أمين، إيهاب لعمر طارق عايز يعمل له السكيب باس، يقرأ إسماعيل ويقطع في السكة ويسلم لميدو طه، ميدو يقود الهجمة للاتحاد، عدى ميدو الاختراط الكيك أوت للبحيري للسمعه، باصات سريعه عند فوده والثري بوينت الفوده ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين على الديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه ايهاب، يسلم للجندي، الجندي واختراقات الجندي، كيك اوت لابو النصر على الاوبن شوت ثري بوينت، ويرتكب معاه حاتم بحيري خطا شخصي بثلاث رميات حره لابو النصر. عفوا كابتن اسلام وحيد عدل وقال ان ابو النصر دايس على اللاين ورميتين حرتين فقط.
احمد مهيب على التغيير في صفوف النادي الاهلي. كان في حوار دائر كده ما بين ابو النصر والسنيور اوجوستي، هنشوف قال ايه. وادي ابو النصر ينجح في تنفيذ الرميه الحره الاولى، عنده رميتين، دي الاولى ودي والثانيه اللي جايه، ما نجحش في التسجيل. عمر طارق على السكند شوت ينجح في التسجيل، نقطتين يزود بيهم النادي الاهلي نقاطه الى 44-65. حاتم بحيري لميدو طه، زون ديفنس وعد 2-2 للنادي الاهلي. هيثم كمال فري على الاوبن شوت، ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ويسلم لميدو طه اللي بيخترق، لكن هنا في خطا شخصي هنا عند مين؟ هنشوف دلوقتي. خطا شخصي ارتكبه مايكل تومسون، وتغيير في صفوف الاهلي، خرج ابو النصر ونزل احمد مهيب، وخطأين على مايكل تومسون حتى هذه اللحظه. احمد مهيب بدلا من ابو النصر. ميدو طه على تنفيذ الرميه الحره الاولى، نجح في التسجيل. ميدو طه على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، ثلاث محاولات لنادي الاتحاد في احداث هذا الكوارتر، نجح في تسجيل اثنين، ودي المحاوله الرابعه، نجح ايضا في التسجيل. مايكل تومسون ضغط نادي الاتحاد، عدى مايكل، وصل قبل 8 ثواني. مايكل لعمر طارق وسكرينات، لكن في السكه يقطع بيبو ويحط ايده في الكوره، تروح على طول لميدو طه، يبدا الهجمه ميدو سريعه، يسلم لبحيري، باصات سريعه لنادي الاتحاد لفودا. فودا لسه الكوره معاه، زون ديفنس لسه النادي الاهلي، قلب الملعب لبحيري، ميدو طه على الاوبن شوت 3 بوينت، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون 70-44 لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين، ايهاب على الميديم شوت، لكن اير بول، يلم بحيري على طول من نادي الاتحاد، يسلم لميدو طه، ميدو لمصطفى فودا، لميدو طه مره ثانيه، حاتم بحيري السكيب باس بتوصل لميدو، ميدو على 3 بوينت ميدو، لكن اير بول ما بينجحش في التسجيل، تروح الكره على طول لصالح اوتسايد، لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 55 ثانيه وتايم اوت يطلبه اوجوستي جولبي بوش. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه السنيور اوجوستي جولبي بوش. 70-44 لصالح نادي الاتحاد، دقيقتين 55 ثانية على انتهاء احداث الفترة الثالثة او الكوارتر الثالث. ميدو طه من نادي الاتحاد 21 نقطة سجلهم في احداث هذا الكوارتر، او عفوا احداث هذه المباراة، اما ابو النصر سجل 16 نقطة. ميدو طه وابو النصر اعلى سكور في احداث هذه المباراة. الحيازة اهلاوية ضغط من نادي الاتحاد، دقيقتين 55 سنة على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون يبدا الهجمة، مايكل، مايكل لإيهاب أمين، مايكل مرة ثانية، سكرين من عمر طارق، إيهاب على البيك أند رول، إيهاب بنتريشن وصل ارتكز، لكن هنا اتعمل له بلوك بعد ما شاط بالفيد أواي، لما على طول مصطفى فودة يسلم لحاتم بحيري، لهيثم كمال اللي قاطع له ميدو طه، وإيزي باسكت لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول أحمد مهيب، يبدأ الهجمة أحمد بسرعته المعهودة، لإيهاب أمين
عمرو الجندي واختراقات عمرو الجندي، ينجح عمرو الجندي في تسجيل نقطتين. دقيقتين ليه على انتهاء احداث الفتره الثالثه او الكورتر الثالث. احمد بيبو ضغط النادي الاهلي مان تو مان لفودا، ياخد السكرين عدى من مايكل تومسون، لسه فودا يسلم لبيبو، بيبو على الباص يطلع كيك اوت على طول لمصطفى لميدو طه اللي بيشوط في الثانيه الاخيره، توصل الكره تروح على طول لصالح النادي الاهلي. دقيقه 49 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث. ايهاب امين يخرج، لسه ما جابش فورمته، ايهاب امين لم ياتي بفورمته بعد، ينزل مكانه عمرو زهران. ياسر صلاح من الاتحاد او كوري ويبستر عفوا من الاتحاد ينزل بدلا من حاتم بحيري. اوتسايد اهلاوي وضغط اتحاداوي، دقيقه 49 ثانيه 70 46. عمرو زهران يسلم ليه مايكل تومسون، مايكل ودفاع ضاغطه من الاتحاد، مايكل عدى وسلم لاحمد مهيب، احمد مهيب لمايكل مره ثانيه مع الهاند اوف. مان تو مان نادي الاتحاد، مهيب اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، ومهيب على 3 بوينت، مهيب احمد مهيب ثلاثات، احمد مهيب ينجح في اضافه ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. ميدو طه لبيبو لويبستر، عدى ويبستر مع عمرو زهران، سلم وكيك اوت عند احمد بيبو، لكن بيشوط ما بتجيش، يلم ميدو طه هنا، لكن هنا في ايه؟ مخالفه دبل دريبل على ميدو طه لاعب نادي الاتحاد. اخر دقيقه 7 ثواني عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الفتره الثالثه، 70 49 لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون يقود هجمه الاهلاويه، مايكل عمر طارق واخد له بوزيشن، سلم عمر طارق، لف عمر طارق، نجح عمر طارق في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 49 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. فودا يضغط النادي الاهلي من اول ملعب، فودا لسه فودا مع الكره لميدو طه، ميدو اللي اخترق لكن اعترضوا هنا احمد مهيب بخطا شخصي، و هنشوف الاشاره الحكم كابتن احمد عياد ايه، خطا شخصي واوت سايد لصالح الاتحاد. 37 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. احمد الصباغ من نادي الاتحاد بدلا من احمد بيبو لاعب الاتحاد ايضا في تغيير اجراء كوتش احمد مرعي. هيثم كمال لميدو طه، لسه ميدو عايز يعدي ميدو، وصل ميدو فعلا، نجح في تسجيل نقطتين و29 ثانيه نقطتين لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون ضغط اتحاداوي على النادي الاهلي، 25 ثانيه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. مايكل لسه مايكل مع الكوره ليه عمرو زهران لعمر طارق، عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين بعد ما خد بوزيشن كويس قوي. 8 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، 72 53، دفاع اهلاوي قوي، فودا اللي بيعدي ووصل لكن ما بينجحش في التسجيل، وتنتهي معاها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاتحاد 72 53. قراءه سريعه في احداث المباراه، نادي الاهلي اعلى سكور او توب سكورر في حتى هذه اللحظات هو عمر طارق برصيد 17 نقطه ومرتكب خطا شخصي وحيد في احداث الفتره الاولى والثانيه والثالثه. اما نادي الاتحاد فالتوب سكورر او اعلى سكور هو ميدو طه برصيد 23 نقطه وخطا شخصي وحيد. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الكوارتر الرابع. هل يستعيد الاهلي زمام الامور؟ يخطف على طول الحيازه التبادليه لنادي الاتحاد، يحاول معاه احمد مهيب لكن ما بينجحش في الوصول اليها. ضغط النادي الاهلي على هيثم كمال عن طريق عمرو الجندي، بيبو واقول لكم على الخماسي، احمد الصباغ قاطع معاه بيدو بيطلع الكيك اوت لبيبو،
بيبو من الاتحاد لهيثم كمال على البيز لاين واوبن شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم النادي الاهلي في هجمه سريعه على طول لعمرو زهران. عمرو واختراقاته واحد على واحد يوصل لكن كوري ويفستر يرتكب معاه خطا شخصي ولا كاونت. هنا هنشوف كابتن اسلام وحيد اعتقد ان هو هيقول كاونت لان كاونت فعلا لان كوري ويفستر قدر يعني عمل دفاع او شد الحلقه حاجه زي كده. نجح عمرو زهران انه ياخد خطا شخصي لصالحه بالاند 1 على كوري ويفستر 72-55 كوري ويفستر والخطا الشخصي الاول وعمرو زهران على تنفيذ الرميه الاند 1 او الرميه الحره الاضافيه ينجح في التسجيل عمرو زهران. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب على طول هيثم كمال يسلم للصباغ من الاتحاد. الصباغ بص اي حاجه توصل لمايكل تومسون وادي خطا شخصي الثاني لعمر الجندي والاهلي بيطالب بالاد سبورتس ان سبورتس مان لايك فاول لكن كابتن عمرو زاهد خلاص قال قراره بخطا شخصي على مصطفى صنفوده واوت سايد. هل هي خطا شخصي ولا ان سبورتس مان لايك فاول؟ هنا اعترض عمرو زهران بان سبورتس مان لايك فاول لصالح النادي الاهلي. رميتين وحيازه رميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. عمرو زهران نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. عمرو زهران عمرو علاء زهران وادي الرميه الحره الثانيه. عمرو لم ينجح في التسجيل. 57-72 لصالح النادي الاتحاد. 9 دقائق 24 ثانية على انتهاء احداث المباراه. خرج هيثم كمال ونزل اسماعيل من نادي الاتحاد. مايكل تومسون يبدا الهجمه. مايكل الحيازه اهلاويه. مايكل ما زالت الكره عند مايكل. سكرين والبيك اند رول لكن تطلع في السكه وتوصل لاسماعيل يعمل الستيل توصل لميدو طه. ميدو بيطالب بالهدوء. فودا يستلم الملعب في قيادته لكوري ويبستر. عمرو زهران عامل دفاع قوي. ويبستر يوصل ويبستر لكن خطا شخصي يرتكبه على طول عبد الله ناصر على كوري ويبستر. خطا شخصي ورميتين لصالح نادي الاتحاد. احداث بدأ سريعه في بدايه احداث الفتره الرابعه او الكوارتر الرابع. 15 نقطه بعد ان كان يعني 72-53 وادي كوري ويبستر على تنفيذ الرميه الحره الاولى لم ينجح في التسجيل. كوري ويبستر الرميه الحره الاولى ودلوقتي الرميه الحره الثانيه. كوري ويبستر نجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. مايكل تومسون لعمر الجندي. عمرو مع اسماعيل احمد. شفنا المنظر ده كتير قوي طول مسيره الاثنين لعيبه. عمرو الجندي السكيب باس لمهيب. مهيب والبنتريشن واختراقات مهيب. باصات سريعه تنتهي عند عمرو الجندي وعلى الاوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. ميدو طه يحاول معها يباص على طول لفوده يبدا الهجمه ويسلم لويبستر. كوبي ويبستر ويرتكز وينجح في تسجيل نقطتين وسط مطالبات بخطا شخصي لمايكل تومسون. مايكل تومسون يقود الهجمه الاهلاويه. مايكل 3 نقاط سجلهم نادي الاتحاد حتى هذه اللحظات. مايكل للجندي. الجندي المهيب. مهيب يهوش ويبستر يقطع منه ويبستر وهنا سبورتس مان لايك فاول على احمد مهيب. خطا شخصي وان سبورتس مان لايك فاول على احمد مهيب. وعمر طارق على التغيير هينزل بدلا من شوف مكان مين مكان عمرو الجندي. وتغيير تاني خرج فوده من الاتحاد ونزل مؤمن دوجا. كوري ويبستر على تنفيذ الان سبورتس مان لايك فاول لم ينجح في التسجيل وتذهب اليه الحيازه. او لسه الرميه الحره الثانيه رميتين صح فعلا رميتين وحيازه وادي الرميه الحره الثانيه نجح في التسجيل. كوري ويبستر
76 57 لصالح الاتحاد. 8 دقائق 16 ثانية. وبستر اللي سجل حتى هذه اللحظات 10 نقاط في أحداث هذه المباراة. سمعة بيسلم الهاند أوف مع ميدو طه، ميدو ياخد السكرين من بيبو لكوره وبستر على 3 بوينت شوت، لكن اير بول يطلع على طول أحمد مهيب، فاست بريك لعمرو زهران، عمرو اللي أسيست روعة لمايكل تومسون ينجح في تسجيل نقطتين. 59 الأهلي 76 الاتحاد. ميدو طه عدى من الملعب قبل 8 ثواني، يعمل للسيل على طول مايكل تومسون لكن ما يلحقهاش عمر طارق، وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. خبط كده عمر طارق في الكاميرا مان، سلامات للكاميرا مان طبعا. اوتسايد اهلاوي ويبستر. هنا داس على اللاين فعلا كابتن اسلام وحيد شافه، داس على اللاين كوري ويبستر وبتطلع اوتسايد على نادي الاتحاد. 7 دقائق 48 ثانية، استعدوا للإثارة والتشويق والمتعة إن شاء الله في أحداث هذه المباراة. صراع على القمة، صراع على المركز الأول، الصباغ في التغيير بدلا من موبستر. كوري ويبستر يخرج، ينزل أحمد الصباغ يضغط نادي الاتحاد. أحمد مهيب من نادي الأهلي، عدى أحمد مهيب بسرعته المعهودة، يسلم لعمرو زهران والهاند اوف مع مايكل تومسون لبيدو، بيدو الهاند اوف مرة ثانية، لكن هنا مؤمن دوجا ارتكب خطأ شخصي لصا على نادي الاتحاد. أوتسايد أهلاوي وتغيير الروتيشن اللي بيعمله. هنا مؤمن دوجا 5 أخطاء شخصية، ينزل مصطفى صنفودة، يخرج مؤمن دوجا ولن يشارك في باقي أحداث المباراة. نزل مكانه مصطفى صنفودة. مهيب يستلم على طول السكرين من عمر طارق، مهيب بنتريشن وصل مهيب لكن لم ينجح في التسجيل. بيبو يلم على الديفنسيف ريباوند ويسلم لفودة اللي بيطالب بالهدوء. فودة لميدو طه، عمر عزب في التسخين مع الكوتش أوجستي، وادي ميدو طه وعلى الأوبن شوت ميديام شوت ينجح في التسجيل نقطتين. 78 59 مايكل تومسون لعبد الله ناصر، عدى عبد الله حاول اخترق يطلع كيك اوت، يقرا في السكه الصباغ ويرتكب عبد الله ناصر خطا شخصي. عمر عزب وتغيير في صفوف الاهلي، يخرج ينزل عمر عزب ويخرج عمرو زهران. 7 دقائق 6 ثواني. عبد الله ناصر ارتكب 4 اخطاء شخصيه حتى هذه اللحظات، اسماعيل احمد وفي صفاره رقم 3 عمر عزب طبقا لاشاره الحكم الكابتن احمد عياد ارتكب خطا شخصي على النادي الاهلي. عمر عزب عنده 2 فاول. احمد بيبو من الاتحاد يخرج، ينزل هيثم كمال. اوتسايد اتحداوي، 4 اخطاء شخصيه على الاهلي، 3 اخطاء شخصيه على الاتحاد. يستلم هيثم كمال، يسلم لميدو طه، ميدو ومعاه عمر عزب، ميدو يعدي بالاختراق لكن عمر عزب يرتكب معاه خطأ شخصي مرة تانية. ورميتين حرتين لميدو طه. 3 أخطاء شخصية على عمر عزب، خطأين على مايكل تومسون، وأربع أخطاء شخصية على عبد الله ناصر. وخمس أخطاء على مؤمن دوجا من الاتحاد. شوط الأولى لكن واضح إنها مش محسوبة. رميتين حرتين، واضح إن كمان في تغيير. كوبي ويبستر، التغيير هنا بعد التو شوتس. ميدو الرمية الحرة الأولى لم ينجح في التسجيل. ميدو طه 3 محاولات لنادي الاتحاد نجح في تسجيل محاولة وحيدة في الفري ثرو أو الفاول شوتينج. وادي ميدو طه على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل. وتغيير ويبستر ينزل مكان ميدو طه، وعمرو الجندي مكان عبد الله ناصر اللي مرتكب 4 أخطاء شخصية. 6 دقائق 50 ثانية أو 52 ثانية على انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة. مايكل تومسون، مايكل عدى مايكل، عايز يسلم مهيب. عمر طارق تحت الباسكت واخد بوزيشن، حاول يسلمه لكن هنا الدبل فاول على عمر طارق واسماعيل احمد. دبل فاول
على اسماعيل احمد كده، اسماعيل احمد الخطا الشخص الثاني، وعمر طارق ايضا الخطا الشخص الثاني، والكره حيازه اهلاويه. اوتسايد اهلاوي. 6 دقائق 39 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الفترة الرابعة والكوارت الرابع والمباراة. اوتسايد اهلاوي، مايكل تومسون يسلم لاحمد مهيب، احمد مهيب لعمر عزب، عمر في البلاي 1-1 ياخد السكرين من عمر طارق، يقف ويشوط لكن عمل بيج رول عند عمر طارق ويرتكب معاه اسماعيل احمد خطا شخصي، لكن اللعبة حلوة من اولها. رميتين لعمر طارق والخطا على السمعه او اسماعيل احمد، ده الخطا بالمناسبه الثالث على اسماعيل احمد. عمر طارق 17 نقطه سجلهم في احداث هذه الفتره، وادي عمر طارق على تنفيذ الرميه الحره الاولى لم ينجح في التسجيل. عمر طارق على تنفيذ الرميه الحره الثانيه. ينجح في التسجيل عمر طارق. يضغط النادي الاهلي من اول ملعب، هيثم كامل لمصطفى فوده اللي بيحاول يعدي يعمل الستيل، لكن هنا تخبط في رجل مين؟ جامبول. جامبول والحيازه اهلاويه. ابو النصر ينزل بدلا من احمد مهيب. انا كنت شاكك ان ابو النصر في حاجه، بس الحمد لله هو كويس. يعني اتأخر تغييره شوية فتوقعت ان في حاجة، لكن هو نزل دلوقتي خلاص احنا كده اطمنا عليه. عمرو الجندي وعمر طارق والسكرين ليه عزب. عمرو الجندي هوش اخترق ووصل ما نجحش في التسجيل. عمر طارق بيحاول معاه لكن فودة على طول بيلم سكند ديفنسيف ريباوند. اسماعيل احمد لكوري ويبستر، اسماعيل قطع له هيثم كامل من بعيد يوصل وينجح في تسجيل نقطتين، وخطأ شخصي على ابو النصر. خطأ شخصي والاند وان لهيثم كامل. 3 أخطاء شخصية ارتكبهم ابو النصر وهيثم كامل او هيثم كمال على تنفيذ الاند وان. هيثم كمال خطأين شخصيين و15 نقطة سجلهم ونجح في تسجيلهم في احداث هذه المباراة. هيثم كمال و6 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الفترة الرابعة والمباراة. لم ينجح هيثم كمال يلم عمر طارق على طول على الديفنسيف ريباوند ويسلم لعمرو الجندي. عمرو ليه مايكل تومسون. مايكل لسكرينات من عمر طارق، عايز ايه؟ سلم لابو النصر. ابو النصر لتومسون مره ثانيه. مايكل تومسون لابو النصر. ابو النصر والفيك عدى ابو النصر ووصل ابو النصر ما نجحش، لكن عمر طارق يعمل الفولو وينجح في تسجيل نقطتين لصالحه. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد مرعي في بعد انتصاف بعد انتصاف احداث الكوارتر الرابع. 5 دقائق 35 ثانية، 62 الاهلي، 81 الاتحاد السكندري. فريقين كل فريق مرتكب 5 أكتر من 4 أخطاء شخصية، اذا اي خطأ شخصي على اي فريق برميتين حرتين ده فكر بيها حضراتكم. تايم اوت طلبوا الكوتش احمد مرعي توب سكورر في نادي الاهلي هو عمر طارق برصيد 20 نقطة، اما نادي الاتحاد فهو ميدو طه هو 26 نقطة حتى هذه اللحظات. احصائيات سريعة هنقولها لحضراتكم برضو اثناء التايم اوت ما يخلص. النادي الاهلي في الفاول شوتن حتى هذه اللحظات قام بعدد 7 محاولات على الفري ثرو نجح في تسجيل 4، اما نادي الاتحاد عمل 5 محاولات على الفري ثرو او الفاول شوتن نجح في تسجيل 2. في الثلاثيات لم يفتتح اي فريق على 3 بوينت باستثناء النادي الاهلي، واحده من عمر عزب لم ينجح في تسجيلها. انتهت احداث الفتره الثالثه بنتيجه 72-53، ودلوقتي بعد انتهاء التايم اوت الاتحاد متقدم 81-62. خماسي الاهلي اللي في الملعب عمر طارق، ابو النصر، عمرو الجندي، عمر عزب، مايكل تومسون، ده الخماسي اللي
انهى بيه يعني اللي كان موجود قبل تايم اوت. اما ميدو طه الصباغ، اسماعيل احمد، هيثم كمال، كوري ويبستر، ده الخماسي نادي الاتحاد قبل التايم اوت. لا تغيير في احداث اثناء التايم اوت. ضغط النادي الاهلي، اسماعيل احمد لكوري ويبستر، يضغط الاهلي من اول الملعب، توصل الكره لمصطفى فوده، فوده ومعاه مايكل تومسون ليسلم لويبستر، عايز تعمل دبل تيم النادي الاهلي، ويبستر او عفوا فوده لهيثم كمال لويبستر اللي بيحاول يعدي. 5 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، كوري ويبستر بيعدي، يوصل، يستخدم اللوحه، ينجح في تسجيل نقطتين. بيطالب اوجست بوش ان يتحسب فاول بتشارج، لكن الحكم بيقول خلاص اللعبه اتلعبت صح. مايكل تومسون بيحاول اخترق ووصل لكن ما نجحش في التسجيل، ويحصل على خطا شخصي. هنشوف الخطا الشخصي على مين، على احمد الصباغ برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. على التنفيذ مايكل تومسون رميتين حرتين. مايكل والرميه الحره الاولى قصيره ما بينجحش في التسجيل. مايكل تومسون على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل. طلع على طول نادي الاتحاد الاوت، وضغط النادي الاهلي، يسلم الاتحاد الصباغ في البيز لاين لوحده خالص لفوده، فوده لاسماعيل احمد، مان تو مان لسه النادي الاهلي. اسماعيل في غفله دفاعيه كده من ابو النصر، ووصل ونجح انه ياخد الكوره من كوري ويبستر اسيست، وينجح في تسجيل نقطتين، ويحصل على خطا شخصي على عمرو الجندي، الخطا الشخصي والاند وان لاسماعيل احمد. نجح اسماعيل في تسجيل رمي الحره الاضافيه او الاند وان. 4 دقائق و41 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. عمر عزب يلحق قبل الاوت، عدى عمر، يسلم لتومسون على 3 بوينت تومسون، ما بينجحش في التسجيل، تروح له مره ثانيه، حاول اخترق من بعيد لكن يتعمل له بلوك من هيثم كمال ويخطف الكره، لكن الصباغ يرتكب معاه خطا شخصي برميتين حرتين. تغيير في صفوف الاتحاد، الصباغ يخرج، اللي مرتكب 3 اخطاء شخصيه ينزل ميدو طه. اعتقد هنا في حوار ما بين اوجستي بوش، كابتن اسلام وحيد، وكابتن عمرو زاهد. هل هيوصل لقرار ولا في ملحوظه بيبلغوها البعض؟ كده اعتقد انها كان في ملحوظه بيبلغوها البعض، والرميتين لمايكل تومسون. مايكل على التنفيذ، وحوار دائر على الخط ما بين اوجستي بوش واسماعيل احمد، وادي مايكل تومسون على تنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. مايكل على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. ضغط النادي الاهلي، ويبستر لاسماعيل احمد لهيثم كمال اللي عدى واستلم على طول منه فوده وطلب منه السكرين. ضغط النادي الاهلي بترابات، هيثم كمال ليه فوق ميدو طه، خطف على طول وعمل السيل ابو النصر، سلم على طول في فص بريك لعمرو الجندي، عمرو الجندي واختراقات وما نجحش في التسجيل. هارد لك يا عمرو، لكن حصل على خطا شخصي من ميدو طه برميتين حرتين. خطأين على ميدو طه وعمرو الجندي على تنفيذ رميتين الحرتين. 9 نقاط سجلهم عمرو الجندي حتى هذه اللحظات. عمرو ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى لعمرو الجندي، 66 86 لصالح الاتحاد السكندري. نجح عمرو الجندي في تسجيل الرميه الحره الثانيه، لسه الاهلي ضاغط لتعويض فرق النقاط بينه وبين الاتحاد. كوري ويبستر بيسلم لميدو طه، لكن عمر عزب يرتكب معاه خطا شخصي برميتين حرتين لصالح
نادي الاتحاد. ميدو طه وعمر عزب 4 أخطاء شخصية. ميدو طه 26 نقطة في أحداث الكوارتر، أحداث هذه المباراة، وخطأين شخصيين في محفظته الدفاعية. نقطة لميدو طه ينجح في التسجيل، وادي الرمية الحرة الثانية ينجح أيضا في التسجيل. مايكل تومسون، مايكل لعمر الجندي، لعزب في البيز لاين، بيخترق بيسلم لأبو النصر، كيك أوت، وأبو النصر بتمويه رائع يوصل وينجح في تسجيل نقطتين. لسه ضغط النادي الأهلي. إسماعيل لويبسن، عمرو زهران على التغيير، ميدو طه لهيثم كمال، لكوري ويبستر مرة تانية. ويبستر بيعدي يسلم لهيثم كمال على الأوبن شوت 3 بوينت، نجح في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد السكندري. مايكل تومسون عدى مايكل. 3 دقائق 20 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. عمرو الجندي واختراق وبنتريشن من البيز لاين ينجح في التسجيل نقطتين. ضغط لسه النادي الاهلي، هيثم كمال لاسماعيل احمد، باصات سريعه الفوده من غير دربلايه قدر يعدي بالباص على طول. هيثم كمال، ميدو طه لفوده، كوري ويبستر استنى السكرين من هيثم كمال، خد السكرين فعلا، كوري ويبستر يرتكب مع عمر طارق خطا شخصي برميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد. عمرو زهران بدلا من عمرو الجندي في صفوف النادي الاهلي، وعمر طارق 3 أخطاء شخصية بالخطأ الشخصي اللي اتحسب عليه دلوقتي. كوري ويبستر على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. كوري على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ينجح أيضا في التسجيل. مايكل تومسون الهجمة أهلاوية 2:55 على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع. أبو النصر، وصل أبو النصر بشماله ما بينجحش في التسجيل، لكن في خطأ شخصي بيرتكبه إسماعيل أحمد رقم 1 كابتن نادي الاتحاد بخطأ شخصي ورميتين حرتين لعمر طارق. 4 أخطاء شخصية على إسماعيل أحمد و16 نقطة نجح في تسجيلهم في أحداث هذه الكوارتر، أحداث هذه المباراة. خرج اسماعيل احمد ونزل احمد بيبو. وعمر طارق على تنفيذ رميتين الحرتين. 2:47. الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل عمر طارق. وادي الرميه الحره الثانيه عمر طارق على التنفيذ ينجح ايضا في التسجيل. لسه ضغط النادي الاهلي، فوده بيعدي، فوده بيسلم لميدو طه، ميدو السكيب باس على طول هيثم كمال، هيثم كمال لويبستر تحت الباسكت فاضي لبيبو، لكن هنا بيرتكب معاه خطا شخصي من عمر طارق، وان سبورتسمان لايك فاول على عمر طارق اللي راح اعتذر كده لاحمد بيبو، خطا ان سبورتسمان مستحق على عمر طارق. 4 أخطاء شخصيه عمر طارق. تايم اوت يطلبه الكوتش اوجستي جولبي بوش. نسمع التعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نركز، مش لازم تخلي الشاشة دي، نكمل لحد الآخر. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجستي بوش، والان سبورتسمان لايك فاول على عمر طارق اللي مرتكب 4 أخطاء شخصيه ومسجل في هذه المباراه 22 نقطه في احداث مجريات هذه المباراه.
دقيقتين 38 ثانية 93 الاتحاد 73 الأهلي. أنا سبورتسمان لايك فاول وعلى التنفيذ رميتين وحيازة لصالح أحمد عبد الوهاب بيبو. بيبو على تنفيذ رميتين الحرتين. نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى 94 23 73 دقيقتين 38 ثانيه. وادي بيبو على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل والحيازه للاتحاد. كوري ويبستر هو اللي هيطلع الاوت 95 73 دقيقتين 38 ثانيه. ميدو طه يستلم الكره يسلم لويبستر. ويبستر وسكرين مع بيبو. ويبستر لسه مع الكره. ويبستر ولا اختراق لكن الخطا الشخصي على ابو النصر ورميتين حرتين. ابو النصر رابع الاخطاء الشخصيه على محمد ابو النصر. ملعب عمر طارق وابو النصر اربع اخطاء شخصيه. ويبستر لم ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. وادي ويبستر على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ما بينجحش التسجيل. عمر طارق على الديفنسيف ريباوند يسلم لمايكل تومسون. أبو النصر يخترق من البيز لاين والبنتريشن توصل لعمر عزب على 3 بوينت. عمر عزب ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. عمر عزب ضغط النادي الأهلي. ويبستر بيعدي ياخد الميدل يعدي لكن هنا في إيه؟ هنا في أنس فاول أوت اوفنسيف فاول على كوري ويبستر. على طول تروح الكره لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف الاهلي. عمرو زهران يخرج يدخل عمرو الجندي. اوتسايد اهلاوي. والخطا الشخصي هنا بيحتسبه على مين؟ على كوري ويبستر ولا رامي ابراهيم؟ كوري ويبستر لان رامي ابراهيم مش موجود في الملعب. وادي ويبستر يخرج اللي مرتكب خطأين شخصيتين ومسجل 14 نقطة وينزل مكانه حاتم بحيري رقم 77 اللي عنده ثلاث أخطاء شخصية. مايكل تومسون لعمر طارق اللي بيرتكز لكن بيرتكب معاه هيثم كمال خطأ شخصي برميتين حرتين. عمر طارق والرميه الحره الاولى او الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. عمر طارق على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. يضغط النادي الاهلي. ميدو طه لا مفر من الضغط لهيثم كمال لسكيب باس على طول او لونج باس لاحمد بيبو. بيبو لمصطفى فوده. فوده لبحيري لسه الكره مع بحيري. ياخد السكرين من عبد بيبو. بحيري قرر الاختراق طلع كيك اوت لميدو طه. ميدو في اخر خمس ثواني من زمن الهجمه. ميدو قرر الاختراق ووصل بيمينه نجح في تسجيل نقطتين. ميدو طه مان اوف ذا ماتش من نادي الاتحاد حتى هذه اللحظات. مايكل تومسون عفوا عمرو الجندي لكن هنا في ايه؟ في هنا اوفنسيف فاول على عمر طارق. اوفنسيف فاول على عمر طارق الخطا الشخصي الخامس على عمر طارق. يخرج عمر طارق في اخر دقيقه ونص من زمن المباراه وينزل مكانه عمرو زهران بعد ارتكابه خمس اخطاء شخصيه. 24 نقطه في جعبه عمر طارق نجح في تسجيلهم النهارده. ميدو طه برصيد 30 نقطة هو توب سكورر في المباراة. هيثم كامل يلحق لكن يعمل السيل على طول عمر عزب ويبدأ الهجمة 97 78 لصالح نادي الاتحاد. وادي مايكل تومسون ثلاث نقاط لمايكل تومسون لكن هنا في صافرة بتقول تغيير لإسماعيل أحمد. إسماعيل بدلا من هيثم كمال ينزل في تغيير في صفوف نادي الاتحاد 81 97. مصطفى فوده ضغط النادي الاهلي من اول ملعب يحاول
يخطف النادي الاهلي، توصل لبحيري، بحيري يطلب الهدوء لهيثم لاسماعيل احمد ويقطع على طول بدفاع قوي جدا. عمر زهران يسلم لعمر على الفولو والاليوب ينجح في تسجيل نقطتين. عمر زهران في اخر دقيقه وثلاث ثواني، ميدو طه يضغط لسه النادي الاهلي، ضغط ميدو عدى سلم لحاتم بحيري، حاتم ميدو طه من الاتحاد السكندري، 50 ثانيه على احداث زمن المباراه لحاتم بحيري، بيهوش بيعدي والبنتريشن من الميدل ينجح، ما بينجحش في التسجيل، يلم بيبو احمد بيبو اللي بينجح في تسجيل نقطتين ويرتكب معاه عمرو زهران خطا شخصي برميه حره اضافيه او الاند وان او الوان مور، اند وان لبيبو والخطا الشخصي الثاني على عمرو زهران. وادي بيبو على الاند وان نجح في التسجيل، وصل نادي الاتحاد الى النقطة 100 مقابل 83 الاهلي. وادي ابو النصر بيحاول على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم السمعة على طول في اخر 30 ثانية، بيطالب السمعة بالهدوء. عدى اسماعيل معاه عمرو الجندي، سلم لحاتم بحيري، حاتم لميدو طاقة او مصطفى فودة عفوا، 20 ثانية، 83 الاهلي 100 الاتحاد. فودة بيحاول يبحث عن الميديم شوت، شوت فعلا لكن ما نجحش في التسجيل، 10 ثواني وادي ابو النصر والفاست بريك يوصل وينجح في تسجيل نقطتين عشان يضيق الفرق الى 15 نقطة، 7 ثواني. عزيزي المشاهد مبروك طبعا لنادي الاتحاد، هارد لك لنادي الاهلي، كده الاتحاد يحصل على نقطتين في احداث هذه المباراة ويحصل النادي الاهلي على نقطة وحيدة. ألف مبروك لنادي الاتحاد، هارد لك للنادي الاهلي. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباريات أخرى. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، والميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام الكابتن سلعاوي والكابتن طه رجب. الزميل العزيز كابتن هيثم إليك الميكروفون.